إذا صلى. شكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد مدير الجامعة المحترم، لبينا دعوتكم لحضور مراسم الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية الجديدة. قدمت رفق زملائي في اللجنة الأمنية والسيدات والسادة المنتخبين على مستوى البرلمان بغرفته، وكذلك زملائنا المنتخبين المحليين. قلت قدمنا بعدما كنا في الصبيحة في نفس الموعد على مستوى جامعة سعد دحلب، والآن نحن في المحطة الثانية على مستوى جامعة العفرون. وفي الحقيقة ما لفت انتباهي هو هذه المكتسبات، فلما كنا داخل الحرم الجامعي في سعد دحلب اضطرينا إلى التنقل في الحافلة، وبعدها مشينا على الأقدام حتى وصلنا إلى قاعة المحاضرات أين جرى الاحتفال بهذا الدخول الجامعي. نفس الشيء كذلك لاحظناه على مستوى هذا الصرح وهذا المكسب الكبير ألا وهو جامعة العفرون. نفس الشيء اضطرينا لنمتطط حافلة كيلومترات حتى نصل إلى الحي الجامعي، وبعده كذلك امتطينا الحافلة ومشينا على الأقدام حتى وصلنا إلى هذه القاعة الفخمة. هذا يبرز ما يعني حجم المكتسبات التي اكتسبها المجتمع الجزائري بفضل هذا التوجه الشعبي، هذا التوجه المجتمعي لدولتنا العزيزة. كذلك استسمحكم وأنا أستمع إلى الآيات الكريمة من ذكر الله القرآن الكريم وهو يتلوها علينا أحد الطلبة. هذا الطالب الذي مر أمامنا تحصل على مسابقة الماستر بتفوق جيد جدا. والسيناتور سمير قاسمي لاحظت في أعينه وهو يفكر كيف يكرم هذا الطالب. لقد فهمت ما كان يجول في خاطرك. فالأستاذ السيناتور سي قاسمي تبرع بعمرة لفائدة هذا الطالب، وللولاية كذلك يتكرم بإعانة مالية ب50,000 دينار جزائري لهذا الطالب لتسمح له لمواجهة هذا التحدي الجديد في المجال العلمي. أما بخصوص الأسرة الجامعية فأجدد وأكرر ما قلته لزملائهم على مستوى جامعة سعد دحلب كلمة شكر وعرفان على ما بذلوه رغم التحديات المرتبطة بوباء كوفيد كورونا 19. نجدد لهم الشكر والعرفان على المجهودات التي قدموها في سبيل استكمال السنة الدراسية الجامعية، فبفضل استكمال هذه السنة الجامعية استطاعوا أن يدخلوا الفرحة لدى الطلبة والطالبات أولاً ولدى أوليائهم ثانياً. كذلك رفعوا التحدي وهم يستعدون بنفس العزيمة وبنفس الإرادة لمواجهة والتحضير للسنة الجامعية الجديدة 2020-2021. أستاذنا مدير الجامعة تطرق إلى شراكة جامعة العفرون مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي. دعني سيدي المحترم أن أقترح عليكم أن نكون شركاء لكم على مستوى الولاية في موضوع تكلفون به، ونكون شركاء معكم لمخبر في البحث في مدى الاستراتيجية الوطنية الجزائرية في التكفل بالفئات الهشة، سواء في إطار مواجهة وباء كوفيد 19 أو كذلك في إطار السياسة الجديدة للدولة الجزائرية ألا وهي مناطق الظل. فيبدو لي أنه عنوان جدير بالبحث،
فنحن مستعدون، وأنا أكون من بين أعضاء هذا المخبر لنؤسس ونؤرخ لهذه التجربة الجزائرية، لأن وباء كوفيد-19 لم يكن يقتصر على الشق الطبي، بل امتد كذلك إلى الشق المتعلق بتلك الهبة التضامنية باتجاه العائلات المهمشة أو العائلات المحتاجة. ونفس المسعى كذلك تصاحبه السياسة الجديدة للسلطات العمومية باتجاه مناطق الضل، التي كذلك تستفيد من عملية تنموية لإعادة التوازن للعائلة الجزائرية وللمجتمع الجزائري. فكما قلت أنه موضوع جدير بالاهتمام، نتمنى أن نلتقي فيما بيننا لنؤسس لهذه الإشكالية ونفتح يعني بحث في هذا المجال. وفي الأخير أشكر كذلك شكرا جزيلا للطالبات والطلبة على المستوى الوطني وعلى مستوى ولاية البليدة لدرجة الوعي الذين أبدوه، خاصة لما يناديهم الوطن. سجلنا حضورهم القوي بمناسبة الاستفتاح حول الدستور، وكذلك لاحظنا يعني ردهم القوي فيما يخص التفاعل الإيجابي مع التحديات التي يعرفها بلدنا، فلهم منا كل التقدير والاحترام. وفي الأخير أعلن رسميا على افتتاح السنة الجامعية 2020-2021، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح لهم كأفراد ولعائلتهم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدي مدير الجامعة، الأسرة الجامعية، السيد الوالي المحترم، واللجنة الأمنية كل باسمه وصفته ومقامه، السيدات والسادة أعضاء البرلمان بغرفته، السيد مدير الجامعة سعد دحلب، وكل الأسرة الجامعية من إطارات وإداريين وأساتذة وطلبة وشركاء الجامعة الاجتماعيين. بداية أهنئ الجميع على العودة إلى مقاعد الدراسة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا. أقول هذه الظروف الاستثنائية والتي تتطلب منا جميعا أن نتجند لنكون في الصف الأول من المواطنين والوطنيين المخلصين لهذا الوطن، ونحن نمر بظروف جد صعبة تتطلب منا جميعا أن نتميز بالوطنية، بالحكمة وحب هذا الوطن. حب هذا الوطن أعتقد كطالب جامعي سابقا أن حان الوقت أن الجامعة تقوم بمهامها الأصلية، تقوم بالمهام التي يجب أن تقوم بها. الجامعة هي مصنع الرجال، الجامعة هي بوابة التنمية، الجامعة هي الآفاق، الجامعة هي التحدي، الجامعة هي النهضة. حان الوقت أن نعطي للنخبة مكانتها الحقيقية، حان الوقت أن نعطي للمخابر الجامعية دورها الأساسي والأصيل في مهمتها النبيلة أن تتبنى مشاكل المجتمع من جميع الجوانب، سواء كانت في المجال الاقتصادي أو التنموي أو في المجال الاجتماعي وحتى في المجال السياسي. حان الوقت للمثقف أن يتبوأ مكانته الأصلية الأساسية ودوره الإيجابي في هذا الوطن. الوطن اليوم
يحتاج إلى الوطنيين المخلصين، يحتاج إلى هذه النخبة. حان الوقت أن الجامعة تتربع وتتماشى وتتفاعل مع المحيط، مع المحيط الاقتصادي، وتتبنى كل المشاكل والحلول. اليوم الأزمة، وكما سبقني سيد مدير الجامعة المحترم، إن الأزمة تريد الهمة. حان الوقت أن الأستاذ والطالب في المخبر أن يتبنى المشاكل، وأن ننافس وأن نتنافس. المخابر الجامعية تتنافس مع المخابر العالمية. نحن اليوم منذ الاستقلال إلى يومنا هذا أكثر من 50 سنة، حان الوقت أن نقول كلمتنا وأن نتبنى مشاكلنا بأنفسنا، ونعتمد على ثقافتنا وإطارتنا وسواعدنا. مرة أخرى أشكر الجميع، أتمنى لأبنائي وبناتي الطلبة وكل الأسرة الجامعية سنة مثمرة بالنجاح والتوفيق، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.